السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لتتمة الدرس العشرون، الترصيف لباباج، المرجع في الرياضيات للمستوى الثاني، التمرين رقم 2، أتمم تلوين الترصيف. إذن أتمم تلوين الترصيف، إذن غادي نلونو على حساب النموذج اللي عطينا. إذن تربيعتين بالأخضر، تربيعة بالأصفر، تربيعتين بالأخضر، تربيعة بالأصفر، تربيعتين بالأخضر، تربيعة بالأصفر، وهكذا. ده بالنسبة للصف الأول، الصف الثاني تربيعة بالأصفر، تربيعتين بالبرتقالي، تربيعة بالأصفر، تربيعتين بالأزرق. إذن تربيعة بالأصفر، تربيعتين بالبرتقالي، تربيعة بالأصفر، تربيعتين بالأزرق، تربيعة بالأصفر، ثم البرتقالي. إذن الصف الثالث تربيعتين بالأخضر، تربيعة بالأصفر، أترك خانية فارغة للأصفر، تربيعة بالأصفر، تربيعتين بالبرتقالي، تربيعة بالأصفر، تربيعتين بالأزرق، تربيعة بالأصفر، وتربيعة تبقت هنا بالبرتقالي. ونستمر هكذا حتى نتمم التربيعة. هكذا نكون قد أتممنا ترصيف التربيعات، أتمم تلوين الترصيف. إذن أزرق أصفر، أزرق أصفر، المثلث رأسه إلى الأعلى بالأزرق، المثلث رأسه إلى أسفل بالأصفر، وهكذا. ثم أكد لون أحسن، أنا كنحاول أنني نسرع. سؤال رقم 4، أتمم الترصيف والتلوين لأحصل على زخرفة. إذن نتمم الترصيف والتلوين لنحصل على زخرفة. أول شيء نحاول أن نرسم داخل التربيعات بحال هاد الأشكال هادو هنا. إذن عندي هنا تقريبا واحد
اثنان ثلاثة ديال واحد زوج ديال التربيعات، واحد اثنان واحد اثنان ورسم واحد المربع لداخل مرة أخرى، واحد اثنان واحد اثنان واحد اثنان اثنان، ونصل بين النقط. انتم استعملوا المسطرة مرة أخرى، regardez bien، واحد اثنان واحد اثنان اذا في هذا المكان هذا نكملوا النصف ديال اللون البنفسجي، غادي نكملوا التلوين اللون البنفسجي. إذا الداخل بالأصفر، هذا اللون هذا المعين هنا عندنا باللون البنفسجي. إذا السؤال رقم خمسة، باستعمال الشكلين هذا الشكل هذا اللي باللون الأحمر والشكل باللون الأزرق أقوم بترصيف المستطيل. إذا باستعمال هذين الشكلين نقوم بترصيف المستطيل. إذا عندي هنا ثلاثة تربيعات، واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان وإذا هذا الشكل هذا بالأزرق. إذا ناخدو الأحمر أو الوردي والأزرق بالطريقة هذه ونكملوا ترصيف المستطيل. وغاردي بيان، ألو غناخدو واحد جوج ثلاثة، واحد اثنان، نكملوا هكا مع المستطيل كامل. اذا واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان، واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان، اثنان ثلاثة،
واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان، ثم نستمر حتى نكمل المستطيل. أقوم تعلماتي وأتم الترصيفة وألون. إذا لاحظوا معايا الصف الأول عندي لون الوردي أصفر أخضر، وردي أصفر أخضر، إذا تربيعة باللون الوردي. تربيعتين باللون الأصفر، تربيعتين باللون الأخضر، تربيعتين باللون الوردي، تربيعتين باللون الأصفر، وأخيرا تربيعتين باللون الأخضر. الصف الثاني تربيعتين باللون الأصفر، تربيعتين باللون الأخضر، تربيعتين باللون الوردي، تربيعتين باللون الأصفر، تربيعتين باللون الأخضر، وأخيرا تربيعتين باللون الوردي. ونكرر، نكرر الصف الأول في الصف الأخير. إذن تربيعة باللون الوردي، تربيعتين باللون الأصفر، تربيعتين باللون الأخضر، تربيعتين باللون الوردي، تربيعتين باللون الأصفر، وتربيعتين باللون الأخضر. وهكذا نكون قد أكملنا الترصيف في هذا الشكل. إذن أتمم الترصيف والتلوين مرة أخرى. إذن عندي الأصفر، أخضر مرة أخرى، أصفر، عندي مثلث بالبنفسجي ومثلث بالأخضر. مثلث بالبنفسجي رأسه إلى أعلى، مثلث بالأخضر رأسه إلى أسفل. إذن مثلثات بنفسجي بالبنفسجي التي رأسها إلى الأعلى، ثم بالأخضر المثلثات التي رأسها إلى الأسفل. مرة أخرى، أصفر، أخضر، ولاحظوا الترصيف والتلوين ثم والتلوين وأكمل. إذن لاحظوا معي الترصيف والتلوين ونكمل. أنا غناخد القلم الرصاص. إذن الجزء بالأخضر، هذا الجزء هذا بالأزرق، هذا الجزء هذا
بالأصفر، وهذا الجزء الأخير بالبنفسجي. إذا لاحظوا معايا، نمشيو إيطاب باغ إيطاب، يعني خطوة خطوة. الأخضر، الأزرق، البنفسجي، ثم الأصفر. مرة أخرى نأخذ الأخضر، واحد اثنان ثلاثة، إذن هذا المكان هذا هنا الأخضر، الأصفر، هذا المكان البنفسجي، وما تبقى الأزرق. إذن أخضر، أصفر، أزرق، هذا المربع هذا البنفسجي. إذن نستمر مرة أخرى. إذن واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، ونلون الأشكال. إذن عندي الأزرق، الأخضر، البنفسجي، والأصفر. نعيد الكرة مرة أخرى. إذن واحد اثنان ثلاثة، إذن أزرق، أخضر، الأصفر، والبنفسجي. ما تبقى كذلك نرى الصفور. إذن واحد اثنان ثلاثة، إذن هنا الأصفر، الأخضر، الأزرق، والبنفسجي. السؤال التاسع والأخير، أتمم ترصيف المستطيل. إذا نتمم ترصيف المستطيل بهذه الأشكال هذه، هذا هنا ها. ألوغ ناخدو أصفر، أزرق، واحد اثنان، واحد اثنان، واحد اثنان، إذن واحد اثنان، واحد
واحد اثنان واحد اثنان ونستمر هكذا. إذن أصفر أزرق أصفر أزرق أزرق ثم نكمل أصفر أصفر. إذا أزرق أصفر حتى نتمم كل المستطيل. باش ما يجيش الفيديو طول نكتمل القياس كنكملوا بهذه الطريقه هذه حتى نتمم كل المستطيل. الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه فيديو اليوم. اضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.